والضربة الحرة كريم الزياني وأول أهداف اللقاء. نعم 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 أول أهداف اللقاء 1-0 عربوية. فاندر ليه بالمتابعة الجميلة تخطط خط المرمى ليتخطى ويكسر حاجز التعادل وينجح العربي في أن ينهي الشوط الأول لمصلحته. 1-0 1-0 عربوية. اجتهد فاندر ليه فلكل مجتهد نصيب. ارتدت من حارس المرمى صالح الأيار ليسجل النجم الكبير فاندر ليه اول اهداف اللقاء. 1-0 1-0 ارتدت